أو ستوديو لمسة الدراني وبتربي عليها بطلاتها ظهرت بزينك العين شافتها قمرت بالنور هلات على الحافلة والحبايب شاركوها بفرحتها الحلا في أمك ماجد كله جلة فجرة ما تشبه إلا بداياتها يا صدارة دايم الدام محتلة بجمالها وحلاها وفتنتها شيخة ما مثلها فاستديو ولمن بزين جادو تحداتها أم ماجد الحسن دقة معجلة فارقة في وصفها وابتسامتها والأدب والطيب بوصافها خصلة وكملها بطلاها ولطافتها بنت عز وربعها الماجد هم أهلها النعم بعمامها سيوف مسلة الرجال اللي تنومس بفزعتها يا هلا بعماتها حيها الطامة بنت العز ينجمن بهبتها العمام شيوخ للعز محتلة أهل عز ونفتخر في شهاماتها عزوة أبطال نعرف بسالاتها والختام جعل العمر فرحة كلها يا تسعد أم ماجد بفرحتها أم ماجد أقبلت دون ما شاء الله واذكروا ربي عليها بطلاتها أبهرت بزينك العين شافتها قمرة بالنور هلات على الحافلة والحبايب شاركوها بفرحتها الحلا كله جله فجرة ما تشبه الا بدايتها يا صدارة دايم الدام محتلة بجمالها وحلاها وفتنتها شيخة ما مثلها فاني سوى الله ويل من بزين جات وتحداتها أم ماجد الحسن دقة معجلة فارقة في وصفها وابتسامتها والأدب والطيب بوصافها خصلة والله كملها بغلاها ولطافتها بنت عز وربعها الماجد هم أهلها والنعم بعمامها سيوف مسلة الرجال اللي تنومس بفزعتها يا هلا بعماتها حيها الطلة بنات العز ينجمن بهبتها العمام شيوخ للعز محتلة أهل عز ونفتخر في شهاماتها عزوة أبطال نعرف بسالاتها والختام جعل العمر فرحة كلها يلا تسعد أم ماجد بفرحتها 321-35 أوستوديو لمسات رنين.